دجانا زي ناس المسيح، هتفنا لدم الشهيد، واجهنا داشكا واربيجي شان نبني سوداننا الجديد. دجانا زي ناس المسيح، هتفنا لدم الشهيد، واجهنا داشكا واربيجي شان نبني سوداننا الجديد. وهمست في طرف الخليج ناديته، كان حمد شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان درع الساحات قصير، كان هز بسيف النصر، كان مد ليل، كان ذاك عيد. هسع كتبنا لك جواب شالوه فجعونا عساكر الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مديها لي مية طلقة ليش. فجعونا عساكر الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مديها لي مية طلقة ليش. هجمونا وتمنوا الدنيام، درشونا بالدوشكا الدريش، جيناهم قالد وطن، غدرونا في نص الهويش. بحرمة الشهر العظيم حتونا زي كفار قريش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي بيض القليش. هجمونا وتمنوا الدنيام، درشونا كان زغت خليتكم نيام، كان بالي في الدرس الهناك، صايمين وبيتين في الخيام. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليتكم نيام، كان بالي في الدرس الهناك، صايمين وبيتين في الخيام. جات طلقة في نص كبدتي، ورمتني لا لا كلام، لا تبكي لا تحسي لي يوم، وغري لي ليت درس السلام، وتكتب فوق ليت تربتي بدني يا حرية وسلام، وتكتب فوق ليت تربتي بدني يا حرية وسلام. مشاهدونا الكرام في كل مكان، تحية وتقدير واحترام. وإحنا في الذكرى السنوية الأولى لمجزرة فضل احتضان بالقيادة العامة
احنا في هذه الذكرى بنحمل هموم كل الامهات، امهات الشهداء والجرحى والمفقودين. تحيه لاحد الناشطين في العمل القانوني، استاذ ومحامي درس ماده القانون بجامعه النيلين الفرع سابقا، وولد بمدينه جوبا وتربى في الخرطوم واكمل المراحل التعليميه بالخرطوم ومن ثم الى لندن. انا بحيي في هذه المساحه الاستاذ والمحامي والقانوني نبيل أديب، وبحييك تحية خاصة عبر قناة شمس الثورة السودانية. تحية لك. مرحبا بك، شكرا للاستضافة. شكرا لحضورك. وحنبدأ مباشرة سؤال مباشر، احنا في هذه الذكرى، الذكرى الأولى، تاريخ يمكن يكون فيه حزن كبير جدا لكل الشعب السوداني، فضل احتصام، وهذه الكلمة مدلولاتها كبيرة جدا عند الشعب السوداني. في يعني سؤال مباشر بالنسبة لك أستاذ نبيل، في تأخير منكم في لجنة التحقيق، والناس كانت منتظرة من منذ يعني سقوط النظام البائد إنه الناس تبدأ مباشرة في التحقيق بتاع فضل الاحتصام، والتساؤلات كثيرة والاختلاف كثير، لماذا التأخير؟ طيب، أولا خلينا نترحم على الشهداء ونحيي أسر الشهداء ونحيي الجرحى ونتمنى لهم الشفاء العاجل ونتمنى عودة المفقودين. وبالنسبة لسؤالك أنا بقول هذا، أولا ما هو معيار التأخير؟ لأنه هناك حديث أنا بس بعد سنة، في سنة مرت على فضل الاعتصام، ولكن اللجنة لم تكون إلا يعني اللجنة دي. أول حاجة العمل الحقيقي الذي عملته هو 3 أشهر، الفترة من 22 ديسمبر وحتى 22 مارس. هذه الفترة هي الفترة التي بدأ عمل اللجنة في 22 ديسمبر. بعد 22 مارس تجددت لفترة 3 أشهر أخرى، ولكن كانت معها جائحة كورونا والتي أثرت تأثير كبير على عمل اللجنة حتى وصلت للإيقاف الكامل الذي نعاني منه نحن الآن، الإغلاق الكامل 8 أسابيع. نعم، فالناس يعني العمل متوقف من شهر 3 تقريبا. يعني العمل يعني استمر من شهر 3 بشكل أقل من الطبيعي حسب المسموح، العمل كان مسموح به، وكان في حظر تجول من الساعة 6 و3 الظهر وإلى آخره، والناس بيضطروا يرجعوا من الشغل وما بتلقى حاجاتك، المكاتب ما كانت منتظمة. طيب انا كده سؤال، ما في استثناءات لنجل التحقيق الفضل هي المساله في جائحه كورونا في حظر، لكن لابد من برضه الناس تزع شويه يكون في استثناءات لانه الموضوع مهم. يعني الليله الحظر ده ما في استثناءات، لانه انت التاخير وين؟ التاخير في انه انت، مش في انه انا ما بعمل، انا قاعد اعمل، انا شغال وقاعد اقرا واراجع في البيانات وكل حاجه، واعضاء اللجنه بيعملوا، لكن ليس اللجنة عملها مع آخرين. ما ممكن تستدعي شاهد في ظل حظر بتاع تحرر، وما ممكن تلقى مستندات، لأنه عندنا مستندات نحن طالبينها والمكاتب مغلقة سواء من الحكومة ولا المجتمع المدني. فهنا يعني أشياء كثيرة لا يمكن عملها، وبالتالي العمل متوقف. نعم، رئيس لجنة التحقيق فضل الاعتصام دي مسؤولية كبيرة جدا، وانت تعلم ذلك انها هي مسؤولية صعبة، دي مسؤولية بتاعت ارواح ناس اتغدر بهم في القيادة العامة على وجه التحديد. الشارع السوداني غاضب جدا لانه لحد الان ما في نتيجة في التحقيق ملموسة، وانت كتر خيرك طبعا وضحتها اسباب التأخير. انتوا جاهزين عشان تقدموا نتائج حقيقية للشعب السوداني؟ لانه احنا يعني في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي سمعنا انه الفيديوهات بتاعت فضل الاعتصام دي فيديوهات مفبركة، ويقال انه الكلام ده يعني طلع منك انت شخصيا، احنا عايزين تبرير الان على الهواء مباشرة. هذا غير صحيح. انا بعمل في لجنة بتاع اتهام، ليس لي اي مصلحة انه اهاجم بيانات الاتهام. انا ذكرت انه الفيديوهات هي بينه مقبوله لانها مستند حسب تعريف القانون للبيانات، هي مستند مسجل في وقائع عن طريق الصوره. وقلت انه انا من واجبي انه اقدم هذه
ليس فقط انه ادخلها في البين، انه اتوقع اذا كان حيتم الهجوم عليها من المتهمين. نعم. لانه انا معتمد عليها، فانا لابد انه افحصها بحيث انه اثبت انها بينات صحيحه. صحيح. مش لانها هي مزوره، انا بقول هي ما مزوره ولذلك ما مفبركة. ما مفبركه. صحيح. فبالتالي لابد من اثبات ذلك، وانا ساعي لاثبات ذلك وليس لاثبات العكس. نعم. لكن لابد ان نعرف انه اللجنه تخضع لهجوم منظم سببه حاجتين، وده لازم الشارع يكون واعي بالمساله دي. احنا دارين نعرف المعلومات الحقيقيه. نعم. نعم. اصلا طبعا هناك في اعداء ما تم من تغيير. نعم. في ثورة ديسمبر، وهؤلاء يرغبون في خلق جو من عدم الاستقرار السياسي. نعم. وهم يعلمون أنه أطروحاتهم غير مقبولة للشارع. صحيح. لذلك هم بيدفعوا الثوار، بيستغلوا عواطف الثوار الجياشة. صحيح. عمرهم الصغير. نعم. نعم. ومنحهم معلومات خاطئة وإثارة الغضب عندهم بأنه اللجنة تأخرت، واللجنة بغرض أنه يعملوا اضطراب في الشارع السياسي. توطيع لأنه يعملوا مؤامرات ثانية. أنت يعني تقدر توصف لنا الجهات دي يعني منو بعينها؟ أنا ما إحنا في عهد بتاع شفافية. هم من أعداء التغيير الذي تم، لكن مناصري النظام البائد تقصد؟ ممكن يكون جزء منهم، أو حتى لو ما، المهم غاضبين على التغيير وبالتالي دايرين يخلقوا له مشاكل. نمرة اثنين برضو المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة، موضوع التحقيق. صحيح. من مصلحتهم أنه التحقيق ما يمشي. صحيح. الليلة التحقيق لو تخلى عنه الشارع ما حيمشي، ما حيمشي، لأنه المسألة دي محتاجة لدعم مستمر عشان التحقيق كل ما طلب حاجة معلومة، ما حاجة يلقاها، وإشاعة روح اليأس، وأنه الناس ما شغالة مثلا، الضغط. نعم. أسرعوا، قدموا بحيث أنه ما يدوك فرصة عشان تلقي أنت البينات. أنا ما بقدم تقرير بتاع تقصي حقائق. صحيح. كالتقارير الناس. نعم. أنا بقدم قضية جنائية. نعم. القضية الجنائية دي معناتها أنا يجب أن أرصد كل البيانات المتوفرة. ليه؟ لأنه القضية الجنائية ما ماشية المحكمة، بيفصل فيها القانون على حسب مواد. نعم. موضوعة ماشية المحكمة لهذه الجرائم. نعم. القاضي ما ممكن، لا يجوز له أن يدين أي شخص في قضية جنائية ما لم يثبت له ارتكابه للجريمة بما لا يدع مجال لشك معقول. لذلك أنا برضو بنتكلم عن البيانات دي، أنا البيانات ببحث عن بيانات قوية وحاسمة وقاطعة. نعم. ولأنه أنا بعد ذاك لما تتقدم قضية الاتهام في المحكمة بيجي الدفاع يقدم قضيته، فأنا لازم أتوقع الدفاع حيقول شنو، أقفلها. صحيح. أقفل. وأنا بالتالي الاستعجال ده والضغوط لأنه قدموا القضية بالعكس، يعني أنت مفروض الباحثين عن استرداد حقوق الشعب وحقوق الشهداء يدوا اللجنة كل الزمن اللي تحتاجه حتى أنها تقدم قضية مكتملة وقوية ولا تقبل للضحك. نعم، مكتملة الأركان. نعم. إحنا اليوم بنوثق في هذه الذكرى على لسان رئيس لجنة التحقيق فضل اعتصام إنه الفيديوهات غير مفبركة، هي يعني فيديوهات حقيقية، لأنه طبعا كان في ناس بيحاولوا يعملوا تشويش إنه الفيديوهات دي مفبركة. في كثير من الناس بيقولوا إنه في جهات سيادية عليا عندها يد في فضل الاحتسام، لذلك التأخير لفضل للتحقيق في فضل الاحتسام ممكن يكون في ضغط من هذه الجهات السيادية.
في كلام برضو بيقولوا انه القوات النظاميه اللي دخلت بفضل الاحتضان هي عندها علاقه بالجهات السياديه الموجوده الان في الدوله، عندها علاقه بالنظام البائد اللي هم معروفين بكتائب الظل، وفي كلام كثير وفي شائعات كثيره احنا اليوم هنجيب بصددها من خلالك استاذ نبيل. انا اول حاجه لا اسمح لاي شخص انه يتدخل في عمل اللجنه نهائي. نعم. وسواء في مركز سيادي او في مركز مهما كان. طبعا مهما كان، لانه دي ده جهاز عدلي. صحيح. نحن نقوم بعمل شبه قضائي. بنمثل المجتمع كله وبنمثل الدولة في الاتهام. لذلك أي تدخل في عملنا هو جريمة. نعم. وفي واقع الأمر يشكل جريمة التأثير على العدالة. نعم. وطبعا أنا ما بعرف أنه دول في سيادة مجلس سيادة أو في مجلس الوزراء أو في أي مركز آخر لا يجوز له التدخل على الإطلاق في عمل اللجنة ولا اقتراح أي شيء فيما يتعلق بعمل، ولم يحدث للأمانة، لم يحدث أن تحدث معي أي عضو في أي من الهيئات العليا للحكومة أو الهيئات السيادية، لم يحدث أن تحدث معي حتى في موضوع ما أعرف. لا في سيرة بتاعت قوات نظامية، لا جهات معينة هي ممكن تكون تابعة لأي جهات سيادية. نهائي. لا. ما 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 في ما في حديث زي ده، ولا معي لا من أعضاء اللجنة. يعني لم يشتكي لي أحد حقيقة. ولا يذكر أحد هذا. لكن كمان في نفس الوقت الناس يعني يجب أن يعرفوا نتيجة. لما يقولون نتيجة لما يقولون أن هناك في شبهات حول شخصيات معينة. نعم. هذا سبب ممكن يخيف الشهود. صحيح. ممكن يخوف الشهود. صحيح. وبالتالي يحجم عن أداء الشهادة ويعرقل الاتهام. لذلك نحن شجعنا الشهود وقلنا لهم إخواننا الداير يجي دون أن يعرف بنقابله، ما داير يجينا في اللجنة نقابله في المكان المناسب له. نعم. ونسمع أقواله ولن نذكر أسماء شهود. صحيح. لن نذكر إطلاقا. عشان كده مهما الناس يسألوني سمعت فلان ما بقول، وما بقول هذه مسألة بتاع تحليل وقاية سرية. أيوة. ولن يعرفوا من خلال اللجنة أسماء شهود حماية. نعم. لهم. في الشهور الماضية يعني كان في أحد نقدر نقول عليهم احد الرتب في الجيش كان مع السوار معروف القياده العامه، وتحدث عن انه عنده فيديوهات وعنده يعني دلائل على فضل الاحتصام، وبعد ذاك سمعنا بموته في 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 جمهوريه مصر العربيه. يمكن عشان كده لازم انه يكون في حرص عشان الواحد، طبعا حياه الانسان هي غاليه. وانا من هنا عايز اوجه حاجه للناس، من لديه معلومه يا اخواننا الحكايه دي ما لعب، ما يجيع في الاعلام وما يقعد يتكلم فيها انا شفته وانا حضرته، ما كده. في لجنه. المطلوب شنو؟ المطلوب انك انت تعال اللجنه. تعال اللجنه وثق كلامك ده اول حاجه وجخله في القضيه وانتظر، لانه دي مساله فيها يعني مساله ما سهله، مساله. صحيح. فيها ارواح ناس وفيها ضمير. نعم. برضو بتاع ناس. نعم. لكن كون انه تبقى موضوع واحد كل يوم واحد يطلع يقول لي دي القصه الحقيقيه وانا ودي، ما ينفع الكلام ده. تعالوا قولوا كلامكم في اللجنه. في بعض الناس عندهم يعني اختلاط في قضيه فضل الاحتزام تحديدا، في ناس بيقول لك والله دي قضيه سياسيه، دي قضيه جنائيه، دارين نعرف الفروقات شنو بين القضايا السياسيه والجنائيه، وتحديدا احنا في مثل هذا الموقف يعني فضل الاحتزام او في مجزره فضل الاحتزام. اولا طبعا هناك فرق بين التحقيقين، في تحقيق بيعمل بتقصي الحقائق وده عنده قانون معين، هو قانون لجان التحقيق لعام 54. هذه اللجان بتتقصى عشان تعرف الحقائق فيما حدث، زي مثلا اللجنة بتاعت عنبر جودة، زي لجنة التمرد بتاع الجنوب، وزي لجنة هنا بيت الضيافة عملها، دي لجان بتاع، وأيضا لجنة عملها عمر البشير في أحداث دارفور. نعم. بقيادة مولانا هنا
او شاركوا فيها محامين ايضا عدد من المشاركين القانونيين. نعم مولانا شمينا المهم انه مولانا النمر. نعم تحديدا المسائل دي لجان بتاع التحقيق بترصد الحقائق التي تبت وبترفعها للجهه المشكله عشان تتخذ فيها قرارات. اللجنه التي نتحدث عنها الان التي اتشرف برئاستها هي لجنه بتاع تحقيق جنائي ودي بترصد بيانات بغرض تقديم قضيه اتهام للمحكمه، وبالتالي موضوع مختلف تماما عن اللجان التي تهدف لمجرد انا بالنسبه للجنه حقتنا نحن مفروض نرصد حاجات معينه اللي هي شو؟ وهي البيانات التي ترتب مسؤوليه قانونيه. المسؤوليه يجب ان برضو الناس يكونوا واعيين بانه المسؤوليه انواع. هناك مسؤوليه سياسيه وهناك مسؤوليه قانونيه. المسؤوليه السياسيه هي ده يعود للشعب، الشعب هو الذي يقرر المسؤوليه السياسيه. وعندها قواعد وفي النهايه بيقرر بانه يسقط الحكومه التي تفقد ثقته. المسؤوليه القانونيه بتنقسم لقسمين، مسؤوليه مدنيه ومسؤوليه جنائيه. عشان كده حصل ربكة في انه لما نقول والله نحن لا نتهم الدولة ولا نتهم الجيش يقول لي كيف وما اعرف ايه وبتاع. المسؤولية المدنية تتحملها الدولة وتتحملها القوات العسكرية لأنها كل دي مسؤولة عن تابعيها مدنيا. يعني انا علي انه أمنع تابعي من يعمل معي من أنه يسبب ضرر لآخر مدنيا. صحيح. وفي هذا العقاب بتاع التعويض المدني، ولكن هناك مسؤولية جنائية وهي تنتهي بالعقاب الجنائي. صحيح. القصاص يعني مرتكبي المجزرة في ناس بتنتظر القصاص بالتأكيد. طبعا ما هو في قتل، القتل وفي جرح طبعا ده بيعاقب بالقصاص، في جرائم لا تعاقب بالقصاص. كل جريمه على حسب الماده اللي بنص القانون. لكن نعم. كل جريمه بيعاقب عليها القانون فانا داير حاجتين، انا داير المسؤوليه المدنيه دي سهله وظاهره. صح. واضحه. لكن عايزين نحدد مثلا شنو الضرر حصل عشان يتم التعويض الى اخره. لكن في المسؤوليه الجنائيه وهذه مسؤوليه دقيقة جدا. نعم. لأنه المستوى ذاته في الإثبات مختلف. يعني في المدني المستوى هو بمجرد اللي بيقول له توازن البيانات، يعني المدعي قال جاب بينة والمدعي عليه جاب بينة، القاضي بيرجح بالمستوى. من ترجح كفته يديه حكم. نعم. احنا بنتمنى انه الحاجه دي بعدين يعني تتم في 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 يعني المحاكم، تكون الجمهور يعني احضر، يعني لازم يكون حاجه مفتوحه عشان الناس يعني تطمئن بالزبط. على حقوق الشهداء في مجزره تفضل احتصام. لكن في المسؤوليه الجنائيه. نعم. لازم تثبتي على من تدعي عليه الاثبات الكامل. الاثبات. نعم. الذي لا يحتمل الشك المعقول. نعم. وعشان كده هو مساله دقيقه ويجب أنها تتعامل معاملة بكل الحرص. الليلة اللجنة في إمكانها تقدم قضية اتهام عندها بيانات تكفي لتقديم اتهامات. صحيح. لكن لن تكفي للإدانة. لذلك أنا ما بقدم قضية إلا بعد ما أنا يكون متأكد من أنه لدي البيانات التي تكفي لإدانة من اتهمهم بارتكاب الجرائم. حدثنا عن تنوع الشهود ذاتهم في فض الاحتصام، يعني ممكن يكونوا مدنيين، ممكن يكونوا عسكريين، ممكن من كل يعني المجتمع السوداني. يعني اصلا انت بتتكلمي عن
حادث وقع على مرأة ومسمع من آلاف. صحيح. آلاف الناس. وده مختلف. يعني في ناس يقارنوا يقول لك والله ما هو الضابط الأمريكي عفص الرجل قتله طوالي يتقدم للمحاكمة والحكاية. ده قتيل واحد. نحن نتحدث عن عشرات القتلى. وتم بتدبير، مش حادث عارضي، مش انا الليله لقيتك في السوق دقيتك، لما كده ده تم بتدبير. صحيح. من الذي دبر هذا وخطط؟ نعم وخطط. ودي الاهم للشعب، الاهم للشعب ان يعرف من الذي خطط لهذه الافعال المستنكره، لانه مش قد تتعرف على زيد او عبيد ارتكب هذا وكان يرتدي ذاك. لا، انا ابعد من كده. من الذي خطط لهذه الجريمه؟ من الذي نظم الناس؟ من الذي وما هي الاغراض؟ عشان كده لما بتساليني من السياسي والجنائي، انا بيهمني في السياسي شنو الحافز، ما دي جريمه سياسيه. فانا عايز اعرف لانه اي جريمه بتحدث وراء دافع. صحيح. حافز. فانت لما دافع سياسي، انت كمحقق لما تعرفي من المستفيد من الجريمه مشيتي نص الطريق. يعني انا الليله مات شخص، اول سؤال مقتول، يعني اول سؤال بسال روحي له كمحقق، من المستفيد من وفاته؟ بعد ذاك، بعد ما عرفت من المستفيد، ببتدي اتبع اشوف اتبع الناس واسهل اسهل. لكن دي غير كافيه. صحيح. غير كافيه، لا، لازم ان تدعم ببينات تثبت الفعل. فده الجزء السياسي اللي بيهمني، يعني من المستفيد. الجناية طبعا متعلق بالمواد اللي بنص على القانون والعقوبه، فرض العقوبه. لا، فعل. نعم، والفعل ذاته اذا كان الفعل، وطبعا مصنف انه اجرام يعني. طبعا. طيب احنا يعني حنطلع شويه كده نفضل اعتصام، حنجي في استاذ نبيل. مكانك حساس طبعا، رئيس لجنه التحقيق مجزره الاعتصام بالقياده العامه. نعم. واحنا في الذكرى السنويه له، والناس منتظره كثير. لكن بعيدا كده عن موضوع فضل الاعتصام، فيما يخص الاستاذ نبيل صلاح غوش، معروف انه هو محسوب للنظام البائد، ولكن انت في واحده من المرات دافعت عنه دفاعا مستميتا. حدثنا عن هذه يعني الحته فيها دفاع عن صلاح غوش، والناس نظرت لها كيف يعني؟ طيب اول حاجه خليني اقول ما دفاع مستميت. هو دفاع قانوني في المحكمه. نعم. يعني هو دفاع ضد اتهام موجه له. الناس اللي بيقولوا الكلام ده بينشروه وسط الناس للأجندة اللي أن احنا أصلا ذكرنا أنه عايزين يسيئوا لسمعة اللجنة ويفقدوا الناس الثقة فيها. هم ما بيوروا بتين تم الكلام. أنا ما دافعت عن صلاح غوش في الثورة ولا ضد الثوار. دافعت وين؟ أنا دافعت عن صلاح غوش ضد عمر البشير عندما عزلوا عمر البشير واتهموا التعب بمحاولة قلب نظام. نعم، الانقلاب السابق. وأيضا برضو في الوقت ده في ناس قال لي يا أخي ما تدخل روحك في الحكاية، أنت بتدخل روحك في جحر العقارب، أنت مالك بين صراع جوا الأمن وجوا. لكن أنا كنت عايز أخش فيه، أنا كنت عايز أعرف ما يدور. وكنت أيضا من حقه أنه يتم الدفاع عنه، وذلك أنه النظام كان مستبد، نظام استبدادي، وبحل نزاعاته الداخلية بالاتهامات الجنائية. يعني أنت دافعت في فترة نظام البايد وليس. نعم. في فترة. نعم. نعم. طيب إحنا هنتواصل معك. ونتيجة لذلك. نعم. تم إسقاط الاتهام له. تدخلنا ده للدفاع عن صلاح غوش خلى النظام يعرف أنه المحكمة دي هتكشف أسرار كثيرة. صحيح. ما كان في اي مخاوف. احنا هنتكلم اكثر يمكن بعد الفاصل، وكل مشاهدينا خليكم متواصلين معنا عبر هذه المساحه الخاصه وفي هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ نبيل اديب، رئيس لجنه تحقيق فض مجزره الاعتصام بالقياده العامه. كان هسه
هسع كتبنا لك جواب شالو. السادة المشاهدين وبكل متابعينا وضيفنا في لقاءات أستاذ المحامي والناشط في العمل القانوني أستاذ نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق فضل احتسام بمجزرة الرياض العامة اللي حدثت في العام المنصرم، وإحنا اليوم بنصادف الذكرى السنوية لمجزرة فضل احتسام وحديثنا عن تأخير لجنة التحقيق في هذا الفضل وانتظار السودانيين يعني وغياب معلومات انه يعني التحقيق ده بيحتاج له زمن كبير جدا. احنا دايرين نطمن المشاهدين ونطمن كل ام فقدت ابنها سواء كان شهيد سواء كان جريح سواء كان مفقود انه التحقيق ده هو فعلا محتاج له زمن. عبرك تفضل. طبعا انه زي ما ذكرنا هذه دعوه تقوم على يعني هي جريمة مركبة من عدد كبير من الجرائم، هذا انتهاك واسع النطاق، لذلك التحقيق فيه دائما بياخذ زمن. يعني لما نعاين مثلا للتحقيق الجنائي في سيراليون اخذ سنتين، في يوغوسلافيا اخذ كذا اكثر قريب لثمانية سنة. نعم المسائل دي بتاخذ زمن، لكن وأيضا تتفصل لعدد من المحاكمات، والآن أيضا نحن لدينا عدد من المحاكمات، نحن لا نحتكر التحقيق، نحن التحقيق فيما يتعلق بالمسألة الكلية، من الذي أمر بفض الاعتصام ومن الذي قاد العملية ومن مسؤول عن ذلك. أما عمليات القتل طبعا ده بيكون مسؤول عن كل ما تم، لكن في عمليات قتل داخلية مفتوح بها بلاغات منفصلة صحيح. وموجودة دي شغالة براءة على شغالة براءة نحن لم نطلبها، لكن طلبنا صور صحيح. فقط منها حتى أنه نعرف المسألة دي. لما شخص يعني يقول لي متى تنتهي وعايز تنتهي وتنتهي الليلة، ليس المهم يعني ليس المهم أنه أخلص الليلة ولا بعد شهر، المهم أنه أجود العمل. يعني أنا المسألة عندها جانبين والجانبين خطأ، يعني الإفراط والتفريط. أنا لا يجب أن أفرط في المسألة لأنه أخذ زمن حتى وأنه المسألة تبعد عن ذهن الناس وتبقى يعني فهم بتاع عدم الإفلات من العقاب يمشي، وفي نفس الوقت لا يجب علي أن أفرط في البيانات عشان صالح الزمن. ما ممكن انه انا اقوم اقول لا انا ما بقعد اكثر من 20 يوم ويلا خلاص وديها المحكمه. من ناحيه بتاعت مسؤوليه، انا مسؤوليتي انتهت خلاص، وديت المحكمه مسؤوليتي انتهت، والناس يقولوا ايوه خلاص الموضوع انتهى، لكن النتيجه نعم. شنو؟ نعم انا لن اقدم دعوى يعني غير قادرة على الوقوف أمام المحكمة. طيب أنا عندي سؤال مهم، هل واجهت احتراض لما عينت رئيس للجنة التحقيق من بعض الشخصيات يعني؟ والله في ناس اعترضوا طبعا من لكن ده شيء طبيعي طبعا يعني عادي. طيب إحنا في لجنة الاتحاد الأفريقي نعم، وأيضا تدخله إذا كان في تدخل في التحقيق، إذا ما بتفتكر إنه المفروض الشأن هو يكون داخليا
من غير تدخل؟ والله هي اللجنة لن تتدخل بشكل مباشر أو تأخذ أي قرار في المسألة، ولكن يجوز لنا الاستعانة بها، ونحن بالفعل نرغب في الاستعانة بها، وطلبنا الاستعانة بالاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمسائل فنية فقط، ولكن القرار لنا، قرار للجنة. صحيح، القرار الأول والأخير للجنة. للجنة. طيب برضو يعني عطفا على ذلك، يعني برضو لجنة الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة برضو تأثير على لجنة التحقيق برضو. والناس اللي بيطالبوا بأنه لجان تحقيق دولية، هل هم عارفين معنى لجنة تحقيق دولية؟ لجنة تحقيق دولية دي لجنة تقصي حقائق فقط، لا تؤدي لمحاكمة جنائية. يعني إذا كان عايز محاكمة جنائية في الخارج لازم يلجأ للمحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية عشان تجي وتبتدي تحقيق وتعمل وتمشي دي مسألة أخرى. الناس ما عندنا وثيقة دستورية بتتحدث صحيح. عن لجنة تحقيق وطنية مستقلة. نعم. ما دايرين احنا نوديها لحتة في الخارج. انا اتكلم عن شأن داخلي يعني. انا اتكلم عن الدستور، وثيقة الدستورية هي التي قررت ذلك. فالناس اللي بيتكلموا عن لجان دولية خليهم يكونوا عارفين معنى شنو لجنة دولية يعني في الاول. ممكن تأثر تأثير سلبي على اتخاذ قرار اصلا على دي معناتها ما فيها مسؤولية جنائية. صحيح. إذا تحدثنا وقفنا يعني في نقاط يمكن سابقا تكون تحدثنا عنها، لكن قانونيا قد تسقط الحصانة عن أي شخص متورط سواء كان في جهة سيادية أو نظامية وثبت أنه هو يعني عنده يد في فضل الاحتصام. شوفي أنا عايز أوضح حاجات للناس. أول حاجة لا يوجد في القانون السوداني ما ولا في لأي ما في نعم. ما في حصانة أصلا نعم. موضوعية ولا يوجد في الوثيقة الدستورية حصانة موضوعية. الحصانة الموجودة هي حصانة إجرائية. صحيح. يعني الشخص حتى أنه يرفعها بيلجأ لجهة معينة أو للتابعين لها أو كده. نحن قرار التشكيل بتاع اللجنة بيذكر أنه يجوز للجنة تجميد كل الحصانات في سبيل أداء عملها. نعم. دي حصانات إجرائية ونحن أصلاً جمدناها. نعم. يعني هي مجمدة بالنسبة لنا. ولم يحدث أصلاً أن طلبنا أي شخص للشهادة وقام عملنا له استدعاء يعني وقال أنا عندي حصانة. لكن على أي حال الحصانات مجمدة. مجمدة في الوضع الحالي. نعم. هل في تدخل من أي جهات أخرى في عمل اللجنة؟ لا. في مضايقات من جهات معينة؟ المضايقات من السياسيين اللي بيكتبوا في الفيسبوك، مش هم ما السوشيال ميديا الناس اللي بيكتبوا في السوشيال ميديا هم اللي بيعملوا المضايقات وبيلجأوا لأساليب فظة وبذيئة في الإساءة للجنة وكده. لكن ما في تدخل من جهة ثانية أصلا. ما في تدخل. تعرضت لمضايقات على المستوى الشخصي؟ تهديدات غيره؟ والله تهديدات هو بتاع انا، لكن اصلا لا اقيم لهم وزنا يعني. هم الناس ذاته وهميين يعني، هم ليسوا اشخاص حقيقيين. ناس بتكتب باسماء مختلفه وتخش تشتم في نبيل اديب. انا ما يعني ولا بجرام ذاته. طيب اذا فعلا احنا افترضنا انه في يعني هجوم على اللجنه مثلا من جهات معينه ممكن تكون هي ضد اللجنه او ضد المجزره عموما، ليه ما يكون في اعلام بيرد عليهم يعني من اللجنه ذاتها؟ ليه ما تكون لجنه بتاعت اعلام ممكن ترد على الناس؟ لانه احنا في النهايه السوشيال ميديا بتحكمنا، وكثير من الكلام قد يكون شائع قد يكون حقيقه بيصل للبيوت قبل يعني الاعلام. ممكن تكون المعلومه وصلت لكل البيوت والمتلقي ذاته في حد ذاته هو ذاته اصبح مرسل، بدل زمان احنا بندي المعلومه عبر التلفاز او الصحيفه او الاذاعه والان اصبح مرسل. احنا كيف صحيح. يعني نواجه هذا التطور في التكنولوجيا؟ نحن مقصرين في هذا الموضوع، وده كان فهمنا انه ما ننشغل بالاعلام ونمشي في طريقنا وكذا، لكن قصرنا فعلا. كان مفروض انه نواجه الناس دي باعلام مضاد حتى وانه ما
الناس ما تقع فريسة للخطة بتاعت صحيح الناس. صحيح، نتمنى انه العمل يعني يتم في غاية يعني انا ما هقول لك السرعة لانه هو الموضوع كبير، لكن في غاية الاهتمام من كل الناس الموجودين في لجنة التحقيق، لانه الناس ديل اختوروا على يعني معايير معينة، ودي مسؤولية كبيرة بتقع على عاتقهم، دي ارواح ناس اتفقدت في مجزرة كبيرة، في مجزرة عظيمة. كل امهات الشهداء اللي بيتابعونا الان هم صحيح احنا بنحتفل بالذكرى دي، وبنحتفل بانه احنا في سودان جديد وفي تغيير جديد، ويعني تغيير في الفكر وفي الثقافه وفي السياسه وفي تفاصيل مختلفه، لكن يظل الحزن موجود في قلوب كل السودانيين، لانه احنا للان لم نصل الى اي نتيجه ملموسه في فض الاحتصام. احنا حنجيب برضو في عدد الشهود، يعني هل هو كافي للتحقيق في رايك؟ والله ما احنا كمان ما دارين نكتر الشهود بشكل يعطل يعني احنا اوريدي سمعنا 3000 وبنقارن، ولسه انا عندنا عدد اخر من الشهود موجود في الكشف بتاعنا حنسمعهم بمجرد رفع الحظر الايقاف الكامل. لكن بنعمل شنو؟ ما حنقدم كل من سمعنا للمحكمة، لأنه 3000 شاهد ديل حياخدوا سنين عديدة، لكن بنحاول نقدم أهمهم بدون ما نفقد الوزن بتاع بياناته، يعني لأنه في شهادات مكررة ناخد أكثرهم قدرة على التعبير، فيديوهات مكررة، صور مكررة، أيوة فيديوهات صور وكذا، لكن لن يكون هذا على حساب قوة البيانات يعني، لكن ما عايزين نفرط في عدد الشهود، ولا أيضا ما عايزين نقلل منهم، يعني ما عايزين نمشي لصالح الزمن فنفقد القضية، لا بد أن نقدم قضية قوية متكاملة. هي طبعا في النهاية أصبحت قضية رأي عام، يعني الموضوع ما بقى بس يعني زوج ابنه، الموضوع بقت يعني بقى قضيه بتاعت راي عام، لانه فضل احتسام او هذه المجزره في حد ذاتها كان نوع من الغدر، يعني لشباب هم كادحين لكنداكات كانوا موجودين في القياده العامه في اعمار يعني وفي في عمر يافع جدا، يعني ويضيق بالحيويه ويضيق بالشباب. نزل الله تعالى انه يتقبل الشهداء ويصبر الامهات اللي هم للان منتظرين القصاص، وطالما شعار هذه الثورة المجيدة حرية سلام وعدالة، أكيد إحنا حننال العدالة من خلال هذا التحقيق ومن خلال يعني القانون اللي حيصدر لمعاقبة هؤلاء المجرمين. إحنا بديك مساحة نتكلم فيها أكثر عن عمل اللجنة ونختم بها يعني في ختام هذا الحوار، والمساعي برضو للجنة التحقيق من خلالكم وتكاتفكم وبرضو وقوفكم ضد كل زول بيحاول يحارب لجنة التحقيق سواء كان بالشائعات وغيره. لا، اللجنة طبعا يعني هي متمسكة بأنها تقدم قضية، يعني زي ما تفضلتي دي جريمة يعني جرحت كل سوداني في أعماق قلبه. صحيح. يعني أولا لازم نعين للاعتصام، الاعتصام ليس فقط رمزية، لأنه الاعتصام ده كان خلق لمجتمع جديد موجود، يعني الاعتصام بدأ في 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 النضال ضد النظام السابق ونجح في إسقاط النظام السابق، ودي رمزية كبيرة جدا له، لكن أكثر بكده استمراره بعد ده كان عبارة يعني كان في فنون وآداب وسياسة. صحيح. واتباعات سياسية أوصلة، وكل الأنشطة البشرية الراقية كانت موجودة في الاعتصام، وكان ينبني مجتمع جديد، مجتمع بيقدر يسمع ويتناقش دون أن أي عنف ودون أي كل حريات. أيوة، والحرية متاحة وكل هاي، لهذا فإن فضه كان جريمة تفوق كل الجرائم، وبالتالي نحن نشعر بأنه أمامنا واجب كبير. نعم. فيه أيوه فيه مسؤولية، لازم أي إخفاق فيها هي خذلان للبلد ككل، وهذا يعني أنا بوجه كلمة للشعب عموما،
ولأسر الشهداء يعني بصفة خاصة، أنه نرجو أن الناس تثق في أن هذه اللجنة لا يعني أصلا لا هدف لها إلا الوصول للحقيقة، تحقيق العدالة. نعم، نحن لن نتهم أي شخص بسبب أي بأي سبب سياسي. صحيح. زي ما ذكرت نحن نبحث في العمل في المسائل السياسية فقط لمعرفة الحوافز التي قادت للعمل لتسهيل التحقيق، ولكننا لن ندين أي شخص. احنا اصلا ما عندنا سلطة إدانة، لكن لن نقدم للمحاكمة أي شخص أو نتهم أي شخص لمجرد أن اتهامه يفيد المسألة السياسية في نظرنا، وكذلك لن نخفي أي دليل ولن نمتنع عن تقديم أي شخص للعدالة بسبب مهما كانت أن ذلك مهما كانت لا مهما كان مكانه ده أصلا ما فيه ما في اثنين ثلاثة، لكن مهما كان موقفه السياسي ملائم بالنسبة لنا صحيح هذا لا لا أثر له. نحن سنقدم قضية من الجانب القانوني تثبت أن من اتهمناهم قد ارتكبوا الفعل، وبالتالي يجب أن ينالوا العقاب. هذا ما نسعى إليه، ما عندنا سعي حاجة. نتمنى يعني أنه يعني اللجنة تعود يعني قريبا لممارسة التحقيق، وربنا يرفع الوباء والبلاء جائحة كورونا طبعا. وبنقول لكل أمهات الشهداء لكل شهدائنا أن يركضوا بسلام طالما في لجنة بتحقق في فضل الاحتصام. بنوثق من خلال حلقة اليوم لأنه إحنا في هذه الذكرى كل الفيديوهات اللي كانت موجودة في فضل الاحتصام هي حقيقية وغير مفبركة. إحنا بنشكر جدا الأستاذ والمحامي القانوني ورئيس لجنة تحقيق فضل الاحتصام نبيل أديب على هذه المعلومات اللي يمكن هي كانت تشغل الرأي العام في هذه الذكرى السنوية اللي فيها فضل الاحتصام. شكرا لحضورك معنا ولسعة صدرك ولتأدبك في 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 هذا الحديث ولوجودك معنا يعني في ظل هذا الوباء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكل مشاهدينا. وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من لقاءات، وزي ما ذكرت وثقنا لأنه الفيديوهات هي ما مفبركة، إنه اللجنة اتأخرت بسبب جائحة كورونا، إنها حتبدأ العمل بكل جدية. أي شخص له يد في فضل الاحتصام مهما كانت مكانته هو حيعاقب وبالقانون. شكرا للمتابعة وشكرا كمال التيم العام. في أمان الله. هتفنا لدم الشهيد وجهنا داشكا وأربي جيش عنا ابن سوداننا الجديد دجينا زي ناس المسيد هتفنا لدم الشهيد وجهنا داشكا وأربي جيش عنا ابن سوداننا الجديد.